مليون مسلم أو أقل أو أكثر، مو الآن، وإنما من عهد الصحابة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى علم منذ القدم بأن أبو لهب سوف يكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن أبو لهب سوف يدخل جهنم. الله من قبل 100 مليار عام كان يعلم بأن أبو جهل سوف يدخل جهنم، وبأن أبو لهب سوف يدخل جهنم. هذا العلم الإلهي سلب أبو لهب اختياره؟ لا، لأن كفر أبو لهب بسبب اختياره الكفر، اختار الكفر فكفر. وعلم الله مو مؤثر في كفره. يقول لك هؤلاء: الله كان يعلم أنني سوف أعصي فعصيت، أنا ما إلي طريق. الله علم أنك ستعصي لأنه علم بأنك سوف تختار العصيان والعياذ بالله. الله يعلم بأنك تطيع وبأنك تصلي في هذا اليوم صلاة الصبح. علم الله مو علة لصلاة الصبح، وإنما اختيارك لأن تؤدي صلاة الصبح علة لصلاة الصبح. إذن بالنتيجة، العلم الإلهي لا يؤثر في حركة الأسباب. الأسباب الطبيعية التي تختارها كلها منوطة بك، ولا ترتبط بالعلم الإلهي، أنت مسؤول عنها، الله مو مسؤول عنها، لأنك باختيارك اخترتها. والأسباب الغيبية التي تختارها منوطة باختيارك، أنت الذي اخترت وأنت الذي صممت وأنت الذي أردت. علم الله لا دور له في ذلك، وإنما أنت المسؤول. لذلك يوم القيامة يؤتى بهذا العاصي: لماذا عصيت؟ فلله الحجة البالغة. العاصي اختار العصيان بإرادته، والمطيع اختار الطاعة بإرادته، والعلم الإلهي لا دور له في ذلك مطلقاً.